يعني طبعا مثل ما قلت يعني وابتداء الآلية ما واضحة، وأيضا ذكر الأخ الضيف وهذا كان أيضا اعتراضنا عليه بالبداية، هو شنو الآلية اللي اختارها؟ إذا يقول أنا اختار مستقلين فهم غير مستقلين، إذا يقول اختارهم مكونات من المكونات فهم أيضا ليس من المكونات، يعني بالتالي الآلية مفقودة. هاي نقطة. النقطة الأخرى، تسرب الإعلام ترشيح الكابتن أحمد راضي، الكابتن أحمد راضي رجل معروف بشجاعته وبطولاته ورفع اسم العراق، وشخصية طيبة وممتازة ومحبوبة، ولكن للأسف اليوم تفاجئنا أيضا بالأسماء التي تم عرضها بأنه مستبعد، والمعلومة اللي وصلتني بأنه مستبعد بسبب تأثيرات كتل سياسية لإدخال شخصية تخص سين أو صاد، وهذه أيضا يعني نقطة سوداء في آلية تشكيل دكتور محمد توفيق علاوي. النقطة الأخرى، بأن أكو شخصيات بهذه بالقائمة التي الآن عرضت، وطبعا هذه القائمة لحد الآن هي قائمة رسمية عليهم يعني ملفات فساد، وقسم من هذه الشخصيات هي مرشحة لوزارات هي لا تمت لها بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وأحد هذه الشخصيات إحدى هواياته مشاهدة الأفلام، يعني هذا الشيء حقيقة مضحك. أحد الوزراء كان ضابط فاشل والآن يرشح إلى أحد الوزارات بس الأمنية، والجميع يعرف هذه الشخصية. أستاذ يحيى، عجيب غريب بصراحة. أستاذ يحيى، يعني مشاهدة الأفلام، نعم، الهندية، الإنجليزية، العربية، نعم، عادل إمام، غير أفلام لا سامح الله، يعني والله ما محدد. هو ده يقول مشاهدة الأفلام، وإذا هو عمره هو 80، مع احترامنا للكبار السن، يعني أعتقد هذا حتى قبل الأسود والأبيض، يعني قبل ما تجي أنت للدنيا وجاءني للدنيا، يعني عمره الآن دخل في 80 أو فوق 80.